بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة، وكما عودناكم بالامور الهامة في حياتنا والتي تختص بها قناتنا مصادر الحياة. النهارده معانا موضوع جديد خاص بالاحلال والتجديد للحاصلين على تصالح وحصلهم على نموذج 10، وايضا موقف التعلية للمباني اللي حصلت على نموذج 10. رجاء انزل اضغط لايك حتى تشجعنا للاستمرار في تقديم مثل هذه الفيديوهات والتي تهم حياتنا بالتأكيد. فعل زر الاشعارات واختار الكل حتى يصلك كل ما نقدمه. قد ترى ما تسأل عنه وما تستفسر عنه من فيديوهات على هذه القناة. ندخل في الموضوع على طول، وهو موضوع متعلق بالإحلال والتجديد لمبنى حاصل على تصالح وخد نموذج 10. بمعنى ايه؟ معنى انت عندك مثلا في بعض الاحيان باني سور وجواه الطين مثلا بالبلوك الابيض، وممكن تكون وصلت المرافق، وده كان مبنى مخالف وحصل على تصالح. هل ممكن انني اعيد بقى بناء المنزل ده بيعمل له اساسات وخرسانات وابنيه من اول ومن جديد؟ الحاجه الثانيه التعليه للمباني اللي حصلت على احلال، اللي حصلت على نموذج 10. بمعنى انا عندي منزل مخالف وعملت تصالح، والمبنى ده مثلا مكون من دور، او انه مكون من دورين، الدور الثاني ما اكتملش السقف بتاعه، او الدور الاول ما اكتملش السقف بتاعه، ايه موقفه؟ ازاي اتعامل؟ ازاي ابني؟ الكلام ده كله جه بتوجيه كويس بهذا الشأن، والاصدرته وزارة الاسكان يوم الاثنين، كويس الاثنين اللي فات، يعني يوم 26/7/2021، وتم توزيعه على المحافظات للإجابة على هذه الأسئلة بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء، وتحديدا تحديد الإحلال والتجديد والتعليق وتغيير النشاط بالنسبة للحاصلين على نموذج 10 الخاص بالتصالح. الكتاب الدوري ده قال تم تكليف كل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الإسكان لتنفيذ الكتاب الدوري ده الصادر من وزارة الإسكان بشأن التعلية والتعديل وتغيير الاستخدام بشأن المباني المقامة بنطاق التصالح والحاصلة على نموذج 10. قال إيه؟ لا مانع من استكمال الأعمال المطلوبة وفقا لترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة وطبقا للاشتراطات البنائية التخطيطية المعتمدة. يعني أنت حصلت على نموذج رقم 10 وعايز تكمل، فبتكمل، ولكن وفقا للترخيص اللي هيصدر لك من الجهات الاداريه ووفقا للاشتراطات البناء المعموله في هذا الشان والمعتمده. الكتاب اضاف انه بخصوص طلبات الاحلال والتجديد للمباني الواقعه بنطاق التصالح والحصل على نموذج 10، فبيلزم الرجوع الى الاداره الزراعيه للحصول على موافقه وزير الزراعه قبل السير في اجراءات الترخيص من الجهه الاداريه وفقا للقانون 119 لسنة 2008 والخاص بالبناء الموحد. الكلام ده معنى ايه؟ ان انت عندك منزل زي ما قلنا مبني بالبلوك الابيض وبالطوب، وعايز تعمل له احلال وتجديد. في الحالة دي انت حصل على نموذج 10 وعملت تصالح وخدت فعلا التصالح وحصلت على نموذج رقم 10، فبتاخد نموذج رقم 10 وبتروح تقدم على احلال وتجديد في الادارات الزراعيه التابعه له، والادارات الزراعيه بتمشي في اجراءات الاحلال والتجديد علشان تجيب لك موافقه من وزاره الزراعه. ده بالنسبه للاحلال والتجديد للمباني اللي حصلت على تصالح وحصلت على نموذج رقم 10. خالد قاسم، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي، قال في وقت سابق انه تقرر مد مهله استكمال الاوراق التصالح حتى نهايه شهر 7 الجاري، واضاف ان ذلك وفقا لقرار الدكتور
رئيس مجلس الوزراء. ده بالنسبه للاحداث والتجديد. قال ايه؟ التوجيه اللي جه كماني في استكمال: تكلف اداره الشؤون الهندسيه بالديوان العام بمحافظه كافه المراكز والاحياء ومديريات الاسكان والمرافق. ده طبقا لكتاب وزاره الصحه، ده بيان من اللي توجه لمحافظه الشرقيه. معنى الكلام ان فعلا كل المحافظات توجه لهم هذا التنويه او التكليف، كل ده تيسيرا على المواطنين في الاحلال والتجديد. اما بالنسبه للمباني اللي ما هيش حاصله على احلال على تصالح وليس لها نموذج 10 ووقع خارج الحيز العمراني وانت عايز تعمل لها احلال وتجديد، بتروح تجيب الاداره الزراعيه، بتجيب خريطه بتوقع عليها موقع المبنى القديم ده الآيل للسقوط كويس، والاداره الزراعيه بتعمل لك معاينه مبدئيه كويس، وبترفق الخريطه او اللوحه المساحيه اللي انت جايبها مع المعاينه المبدئيه وبترسلها لمديريات الزراعه. مديريات الزراعه بتراجع الكلام ده، ثم لما يكون سليم، بمعنى ان الموقع متحدد في موقعه سليم والاوراق بتاعته تمام، المعاينه كويسه، بتروح بعتاه للتوثيق والمعلومات في القاهره. التوثيق والمعلومات بتشوف هل المبنى ده فعلا موجود في مكانه صح ولا لا، هل المبنى ده موجود في التصوير الجوي مبنى ولا ارض زراعيه. اذا كان ارض زراعيه فطبعا لا يجوز الاحلال والتجديد، فكان مبنى فبيرد على المديريات الزراعه بان المبنى ده او المكان ده ظاهر في التصوير الجوي انه مبنى. في الحاله دي بترجع تاخد الخريطه كمواطن، بتستكمل موافقات الري والطرق والصرف والكهرباء، وبيعمل لك معاينه جديده، وبتعقد لجنه في المحافظه عندك اسمها لجنه المباني، مكونه من مهندسين المرافق اللي هي الكهرباء والطرق والصرف والري، و ممثل من المحافظه وممثل من مديريه الزراعه، وبيعقدوا لجنه لاعطاء تصريح بالبناء لهذه المباني. حصلت على تصريح بالبناء، بتاخد التصريح ده وبتروح للوحده المحليه تحصل على ترخيص بناء لهذا المبنى، وكده بتكون انت مشيت في الاجراءات سليم. اي سؤال ان شاء الله هنرد عليه. اتمنى ان اكون وصلت لك معلومه ولو بسيطه بخصوص ما استجد بشأن الإحلال والتجديد والتعلية للحاصل على نموذج رقم 10. إلى أن ألقاكم، أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.